زينب ترحيني. مساء الخير زينب. مساء النور. اليوم حلقتي عن تجارب قريبة من الموت، كيف وقفتي وجها لوجه مع الموت؟ مرضت وأخذني البابا لعند الحكيم وقالوا إنه قريب، وأخذت الدواء ونمت. الساعة 10-11 ما فقت الصبح، قامت الماما فيقتني مرة ما فقت، إجا بي شافني لقى ما عندي لا نبض ولا شيء، رجعوا أخذوني لعند الحكيم قال لهم عطتكن عمرة البنت، وأعلنوا وفيتي وبحشولي القبر، جابولي الكفن كمان، والبيت انتلى عنا بالجيران وصاروا يبكوا، وبعدين هن وبدن يحطوني على المغسل بدن يغسلوني، قمت فقت بس كبوا علي ماي فقت، عطست وقمت صرت العب عادي. قالوا وقفوا خلص ما في داعي انه تكملوا، انه البنت فقت وخلص. قد ايه بتفصل يعني من لحظة إعلان وفاتك مثل ما قال الطبيب إلى أن مثل ما عم تقولي؟ نص ساعة. بنص ساعة كانوا بلشوا حضروا الكفن، حضروا بدو يغسلوكي؟ إيه. كيف هيك صار يعني؟ أول شيء يمكن لأهلك ما انتبهوا إنه النبض يمكن يكون خفيف، ولكن كيف ممكن طبيب يعلن وفاتك؟ لأنه وقف ما بقى عندي لا نبض ولا شيء. بس إذا وقف القلب بعد الحادثة صار في تبعات جسدية إلي؟ لا لا، قالوا إنه خلص ماتت. يعني على الأرجح كان النبض كتير خفيف، ما قدروا يعرفوا إنه النبض كتير خفيف. إيه. من كم سنة صارت الحادثة؟ من 40 سنة بدك تقول. أمك شو بتخبرك عن هذه اللحظة بالذات؟ هو بي اللي خبرني. شو بخبرك عن هاللحظة؟ ما صدقوا إنه أنا رجعت عشت. أكرم عليهم. اليوم عم بتخبريها بضحكة، وأنت أكيد مش واعية على شيء اليوم. هيدي الخبرية بخبروك إياها. مصبوع. لما هالخبرية بتنتقل من جيل إلى جيل، قد إيه لما من سنة ورا سنة بصير في مبالغة بالقصة الحقيقية اللي صارت؟ لا هيك صار. سمعتيها من كذا حدا الخبرية؟ سمعتها من بي ومن أمي ومن إخواتي من جيراننا. كانوا كلهم بعزاك؟ كانوا كلهم. ايه. وكلهم خبروك اياها؟ ايه. الاطباء بعدين، هيدا الطبيب اللي اعلن وفاتي، كيف فسر عودتك الى الحياه؟ شو قال؟ ما حج نحن رحنا لعند الطبيب ولا شرحنا له ولا حكينا له شيء. شو اقسى مواجهه عشتها انت فواز وعائله فواز مع الموت؟ الحقيقه اول شغله عشتها بالموت لما اجى خبر اخي انه توفى، وأقسى شيء لما مشيت بجنيزة تبعتي، لما شيعناه وطلعنا بجنيزة وخدناه على الدفن. قديش كان عمره خيك لما أقمتوا جنازته لما توفى؟ 19 سنة. خيك توفى، كان بيعاني من المرض بعمر 19 سنة؟ لا. توفى بشكل فجائي؟ كان بأحداث طرابلس، بهيديك الأثناء بأحداث طرابلس. كيف بلغوك وفاة خيك حسين؟ ومين بلغك وفاة خيك حسين؟ أول شيء أولاد الحرة شافوه بالمستشفى، قولوا لأولاد عمتي، في كبيرهم سعد ابن عمتي، قولوا له إنه حسين ابن أبو غوزي متوفى بالمستشفى. دقلنا إجا قالنا أخوكم بالمستشفى، نزلت أنا وأخي الكبير وأخويتي، نزلنا فتحنا البراد طلعنا شفناه، سحبنا البراد على الآخر طلعنا فيه هيك، يعني صدمي لأن احنا منا مصدين انه اخي انه ميت، هو اخي بس نحن ما بتركب براسنا انه هو بقلب البراد ومتوفى. انصدمنا وفجأة بينضق الباب. قامت اختي سهام فتحت الباب، سمعنا صرخة نحن مثل هيك انقلب صوتي وما عاد طلع صوتي. قامت امي سهام لحقت امي لقتها بالارض، شافت اختي سهام بالارض غطى على قلبي. لما قام ابي طلع هيك شاف على الباب حسين اخي. مين؟ حسين اخي. قام قال له حسين انت عايش؟ شو طلعت من القبر وجيت؟ شو انكشت القبر وجيت؟ شو قال لكم حسين لما وصل؟ شو شاف لما فات على البيت؟ هو انصدم. طيب قال ليش عم تعملوا هيك؟ قلنا له لحسين نحن تفناك قبرناك. يقول له ابي انت
طلع من القبر وجي. حسين راح على القبر ليتأكد إنه هو اندفن؟ شاف الشهد حسين حروق، شاف الشهد عاملين له نحن المرحوم حسين حروق. يعني حسين راح على قبره وقرا الفاتحة على حوله. هو خبرنا إنه هذا اللي مات اسمه أبو علاء رفيقه. إيه. قال لأمي طيب أنت ما ميزتي، هو فوق بالمعسكر كانوا يعيطولنا لاثنين حسين، هو اسمه أبو علاء وأنا كانوا يعيطولي الدوشكا، كانوا هني خربطوا على طول يعيطوا للدوشكا يرد هذيك، يعيطوا لها أبو علاء يرد حسين، عقد ما في شبه بين بعضه. إيه. قال لي طيب ما ميزتني، قلت شو بدي ميز فيك، كل شي فيك حسين، حتى الطعم اللي أنا مطعمته لأخواتك كلهم بنفس المحل، نحن عنا طعومي هون بنفس المحل لا زي دي ولا نقطه. هي كانت امي الله يرحمه تقول له للحكيم بدي اياه هون تأشره باصبعي، بدي اياه هون، تقول له شو بدي اتاكد فيك. بس انتوا كنتوا كذا حدا عم بيتاكد، انت قلت لي كذا حدا نزلتوا على المستشفى، انت نزلت والعائله نزلت والوالده نزلت، كله حسين، كله طلعتوا فيه، كله حسين. حسين حسين حسين. باي سنه صارت الحادثه؟ تقريبا بال84 باواخر، يعني باواخر قريب لل85. عممتوا خبر بجرائد اللبنانية بآب 1992، شو بيقول هالخبر؟ خرج ولم يعد. مين؟ بي خرج من البيت وما رجع. أصدرتوا تعميم عم بتقولوا بي مفقود. صح، فتشنا أسبوع ما لقينا، عممنا بالجرائد، أعطينا أوصافه بالعقد السادس من العمر ولا خبر. تقبلتوا تعازة؟ أي أساس تحتوا تعازة؟ إجينا خبر إنه في رجل بالعقد السادس من العمر ضربته سيارة ميت وموجود بالمستشفى بعدها. عملنا اتصالات على المستشفى. المواصفات قريبة من مواصفات؟ أنا قريبة منه، حتى روح شخص من عنا وشافه بالليل ورد علينا خبر إنه هو الميت. بلشتوا التعازة؟ بلشنا، وتعرف ده خبر الميت كيف بيصير الأهل والأقارب. في النسوان لبسوا أسود صريخ وعيط وكذا، ورحنا تنجيب الجثة، أخذنا معنا الأسعاف كمان. قمنا الصباح جينا بدنا نجيب الجثة، فتحنا البراد ملو هو يشبهه كثير، يعني 90% الشبه له بس ملو هو. عاود رجعنا، هذا كان له 12 يوم 13 يوم فيه. والتعازي ماشي بالضيعة؟ والتعازي ماشي، والعالم من كل الضيعة وجيران وأهل ومحبين يعني عم بيجوا يعزوا، جايين على أساس ناطرين لنجيبه مشان يدفنوه. يعني رجعنا إننا منه هو اللي ميت، كمان منا مخلصين يعني، لأن أنا ميت ولا أنا موجود. بعد العزا ماشي دل 18 يوم ما تغير شيء، يعني بعد 18 يوم بيرجع لحاله على البيت. والعزا ماشي؟ العزا ماشي طبعا، انه ما عرفنا شيء لا طيب ولا ميت. خبرني كيف فات والعزا بعده ماشي؟ لأني لقوه بأول الضيعة جاي شباب، يعني تعرف واحد قاله 18 20 يوم مفقود، قامت تضجي دغري. اجى الميت. شو قالوا؟ اجى الميت وحملوه صاروا يرقصوا فيه مثل كانه عريسه جاي، يعني ثلاث ارباع العالم مش مصدقه. ولما فات على بيته والعزا ماشي شو صار؟ من الحزن صار فرح. لما فات وشاف في عزا داير وهو بعده عايش، هو يعني هو صار يبكي بس ما له عارف شو فيه. عالم حملته، شباب حاملينه وعم يدقوا له بالطبل، ويعني فات عقله مشوش ما عارف شو صاير. بعد اسبوع النايب كبرها، هي عم بيعزي ما معه خبر انه رجل متوفي وكذا، وطالع يعزي. مين؟ النايب كبرها طالع. هلا هو صاحبي، هو عمي طالع لعند عمي وبده يعزي بخيه. يعني فات من البيت عم يقول له بقي بحياتك والعمر لك وكذا، قام عمي ضحك قال له بنعرفك على المرحوم. قال له كيف قال له ايه بنعرفك على المرحوم. يعني صارت هيك. قال له كيف صار؟ قال له حكي له القصة انه هيك هيك. مع النايب محمد كبارة او مع النايب عبد اللطيف كبارة صارت حادثة؟
لا محمد عبد اللطيف كبر اجى عم بعزه. ايه قالوا له ما نعرفك على المرحوم. والدك اليوم وين؟ اليوم بالبيت.